الأوروبية التي مر عليها بست مرات سابقة. إذا ضربة البداية في هذه المتعة القادمة والسهرة الكروية الجميلة في الكرة السعودية. كما ذكرت في البداية أفضل منتج يقدم للعالم، ونقول هذه كرتنا، هذه كرتنا، ضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، محدثكم أحمد خالد النفيسة في الكلاسيكو التاريخي الكبير، في البطولة الكبيرة، في البطولة الأغلى، الأمتع، الأغلى ماديا وقيمة وبرعاية كبيرة، في ختامها في مباراة نهائية لختام المنافسات المحلية السعودية. إذا الاتحاد والهلال ربع نهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. تبدأ المباراة الآن مع الهلال، الغيابات حاضرة في الجانبين، لكن الهلال يبدأ مباراته اليوم بحراسة المرمى، أو الاتحاد تبدأ فواز القرني، واللعب الآن ملعوب الكرة الآن لعبد الله الزوري. راح نقول التشكيل، وإن كان مرت عليكم بالتأكيد التشكيلات لكن نشرحها على أرضية الملعب. هذه كرة ملعوبة، سلمان فرج لاعب الوسط الأيسر يلعب اليوم، يلعب وسط أيمن للهلال، سالم الدوسري، محمد الشلهوب صانع العاب ورأس الحربة، وحيدا يلعب وسلي لوبيز في المحور، هناك محمد القرني وجوستافو بوليفار، ياسر الشهراني ظهير أيمن، عبد الله الزوري ظهير أيسر، وقلب دفاع أوزي دي باولا ماجد المشيدي. الاتحاد وهذه كرة ملعوبة للهلال، سلمان فرج تمرير للشلهوب، فيها تسلل الدقائق الأولى، لكن الراية كانت مرفوعة لوسلي لوبيز الجائع للتسجيل، الذي تخلى عن الصدارة التهديفية لدوري زين، وهو الذي مر لفترات طويلة هدافا لدوري زين. شوف الرأسية وحيدا على مواجهات الفريقين، 124 مباراة، سأذكر الأرقام، لكن كرة ملعوبة الآن، عبد الفتاح عصيري لاعب الوسط الأيسر يلعب كرة باليمنى لتجهيز الآن شندور، ركلة شندور والسيطرة من عبد الله الصديري، أول هجمات العبيد، أول هجمات التي، شوف اللمسة شندور، جورج شندور كان ممكن يفتتح الهدف الأول، لكن السيطرة من عبد الله الصديري، كرة هنا وكرة هناك، محاولة هلالية وقفها التسلل، محاولة اتحادية وقفها عبد الله الصديري. تلعب الكرة الآن، الخبرة بالتأكيد تميل للهلال بالتغييرات الكبيرة الاتحادية الذي يعتمد على المحترفين في الوسط لكي يؤثروا بشكل كبير في المركز، في المكان الخطير، مكان المحور، في ثلاث لاعبين اثقال وخبراء، سعود كريري ومودستي بامي وشندور. ملعب الكرة في اليمين، ياسر الشهراني الآن يتقدم اللاعب الظهير الأيمن، يراوغ يلعب كرة في العرض ممتازة، شلهوب، الله أكبر عليك، الله يا بطل، الله يا حبوب، الله يا شلهوب، الخرافية يا شلهوب، يا الله على الركلة، شوف الزاوية، شوف اللعبة، شوف التسديد، شوف البطل الصغير، محبوب الكل، حبيب الكل، العب كرة يا حبيبي، يا شلهوب، ركنة مرت من الكل، اتغطي ولا ما تغطي، هذا الشلهوب، اتغطي ولا ما تغطي، الشلهوب. بوليفار على الهلال الآن يسيطر على الكرة لامتصاص ردة الفعل الاتحادية بخبرة اللاعبين الموجودين، انتشار الهلال أفضل، شوف القمصان الزرقاء كيف تنتشر، هذا كرة ملعوبة الآن، ياسر شهراني تجهيز ملعوبة، سالم، أوهو، بغت الثانية تجي للهلال، كادت الثانية يا زلاتكو يا داليتش، زلاتكو داليتش، سالم الدوسري سليمة، هي الطريقة الصحيحة، الكنترول، التوقيت، اللعبة بجانب القائم، فرصة خطيرة، المدرب بنهاية مواجهات الفريقين حسب، شوف الكرة للشلهوب، يا الله على الركلة، هذا اللاعب يلعب بالعقل، هذا اللاعب يفكر قبل ما يشوت، يخطط قبل ما يلعب الكرات، وعنده تاريخ طويل ما شاء الله تبارك الله بهذه التسديدات اللي تجمع بين الدقة والقوة. محمد الشلهوب صاحب جائزة التميز الرياضي، السرعات العالية اللي تقارنها باللعيبة الأوروبية بالسرعة العالية جدا. كرة ملعوبة لعبد الله الزوري، الهلال مع محاولة الثاني، هدف الهلال بالتأكيد مهم لأنه خارج أرضه، وطبق قاعدة الأهداف خارج الأرض سأشرحها، لكن كرة ملعوبة الآن ممكن ثاني للهلال زوري، أوهو، التسديدة والدفاعات، لكن فواز القرني، تسديدات كودريتش،
يقول الاتحاد أقوى من السابق وأسرع من السابق. احترام واضح من لاعبي الهلال للاتحاد بالتشكيلة الحاضرة. هذه هلالية الآن، ياسر الشهراني يلعب كرة الآن بعودة للعمق، لمسات هلالية، شلهوب يروح، الله لعبها ولكن فواز القرني حاضر. مرعوب الآن، بوليفار كنترول ممتاز جدا. مرعوب الآن في الجهة اليمنى، ياسر الشهراني حتى الآن عمل وتكتيك ولمسات وتمريرات وشغل هلالي ممتاز. مرعوب الآن ياسر الشهراني مع محمد قاسم، أخذها، أخذها ياسر، أخذها ياسر، وسليلو باز بالراس وفواز القرني. فواز القرني عمل هلالي يا محبوب الشلهوب. ملعوب الآن تأتي لمودستين بام، يلعب كرة أمامية، مختار فلاتة، فرصة اتحادية والكرة في قاع ركلة الجزاء. الله، ما عنده مشاكل خليل جلال. 11 ركلة جزاء في دوري زين يحتسبها الآن مرة واثنين وثلاثة وبأكثر من زاوية. أوزيتي باولا على مختار، هذه بالحجازية وعلى جولة الأستاذ القدير محمد رمضان، ساندويتش في اللقطة الماضية، وبالتالي ضرب جزاء الآن اتحادية. مختار فلاتة، العودة الاتحادية، هل هي العودة الاتحادية؟ مختار وش تختار؟ مختار جول الاتي، الاتي كاريزما الاتي ما تموت. هذا الأصفر، هذا المونديالي، هذا الاتحاد، روح الاتحاد موجودة. يبغون آسيا، آسيا 2014 يعود لأعمالها الاتحاد. الاتي 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 مع الركلة الجزائية، وش اختار مختار؟ اختار الهداوة، اختار الروقان، اختار الزاوية. هذه البطولة الجديدة، شوف الإعادة مرة ثانية لقرار ركلة الجزاء. الصورة اللي أمامي الآن، شوف الصورة اللي أمامي الآن، الاجتهادات التقنية والجرافيكس اللي أمامي الآن يقولون أن الكرة أصلاً تسلل قبل أن يكون هناك خطأ. لا، أنا اللي أقول، الصورة أمامكم، أحيلوها للمختصين. عبد الرحمن الزين يا كابتن، بالتأكيد ما أحتاج توصية. كرة ملعوبة الآن، مودستين بامي، ارتداد سريع، سرعة الاتحاد، سرعة الاتي، 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 اطرادي، ولد، ولد، اهو! الاتي كاد ان يعود من الباب الكبير، الاتي كاد ان يعود من الباب الكبير، الله يلعب. مع جمهور الهلال راح يقولون بالمال الاتحاد، مع جمهور الاتحاد عفوا، هذه كرة ملعوبة خطيرة، خطيرة، لأن الجمهور اللي في هذا الكلاسيكو التاريخي. ملعوبة تأتي الآن، ياسر الشهراني يتقدم، يلعب اتجاه المرمى وإلى خارج أرضية الملعب. 7 مواجهات في هذه البطولة، 3 انتصارات اتحادية و4 تعادلات، وهذه المواجهة الثامنة بين الفريقين في هذه البطولة. شوط المباراة الأول، شوط المتعة، شوط الكلاسيكو، ينتهي الآن الشوط الأول.